فيما تحول ميدان الاستقلال بوسط العاصمة الأوكرانية كييف إلى مزار لتكريم ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ نهاية نوفمبر الماضي، صوت البرلمان الأوكراني الثلاثاء على إحالة الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة القتل الجماعي. كما أجل البرلمان الأوكراني انتخاب حكومة وطنية انتقالية إلى بعد غد الخميس. وقال رئيس البرلمان الأوكراني والرئيس الانتقالي للبلاد ألكسندر تورتشينوف إنه يتعين بحلول هذا اليوم أن تكون هناك حكومة وطنية. إلى ذلك يلتقي تورتشينوف أجهزة إنفاذ القانون الثلاثاء لبحث ما وصفه بعلامات خطيرة على الاتجاه نحو الانفصال في بعض المناطق بعد عزل البرلمان للرئيس يانوكوفيتش. وحذر بعض أعضاء البرلمان من احتمال انقسام أوكرانيا بسبب مخاوف من رد فعل عزل يانوكوفيتش في المناطق الناطقة بالروسية في شرق البلاد وجنوبها.